فكره ما فيش ابدا هتقدر ابدا تعمل اي حاجه في المرحله القادمه الا انك تتوحد على رئيس واحد. هذا الرئيس الواحد يبقى له نائب من قيار، يعني فعلا زي ما قال الاخ زياد في الكلمه بتاعته، انه يمثل احسن ما في التيار على مستوى من الكفاءه. اذا كان الرئيس من تيار معين يبقى نائبه من تيار اخر. الحاجه الثانيه ضروري يبقى له 4 مساعدين من تيارات مختلفه من الكفاءات، ها؟ يعني وضروري كل الناس اللي موجوده في هذا الاجتماع اللي هو ده انه يشارك في اختيار هذه المجموعه. المرحلة اللي جاية مرحلة انتقالية ضروري نبني فيها مصر، وهتبقى هذه المرحلة مرحلة قليلة، فضروري كلنا نتوافق حوالين رئيس واحد، لأن المرحلة مرحلة دقيقة. احنا بننتقل من مصر من مرحلة استبدادية إلى مرحلة ديمقراطية، فضروري كل الناس تشارك في هذا. فكرة حزب الثورة الدكتور محمد بلال، ممكن حضرتك تقول لنا معلومات عنه؟ أولا احنا مش مستعجلين خالص، اتكونت حوالي 10 من الناس اللي كانوا حاضرين بس أسمائهم لم تتحدد بعد للجلوس وإعلان البيان الأول وإعلان ازاي هنتحرك وازاي هنعلن التوكيلات الجديدة، هنعلن كل الكلام ده يعني بالراحة، لأنه ده حزب كبير، حزب بينضم إليه أعداد كبيرة من البشر، فضروري نعمله بتأني وباختيار دقيق. إمتى حضرتك هتعلن البيان ده؟ يعني الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي. إحنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان قدمنا معايير محددة للاختيار. حزب الكرامة وحزب الوسط وحزب الوفد قدموا تصور، احنا سلمنا كل ده للمستشار القضيري، يجب ان هو يبص له بكل عنايه واحترام وتقدير ويتفقوا على معايير محدده من خارج البرلمان. انا قانون العدل السياسي طبعا اتعمل في ظروف صعبه، لانه كان المفروض يتعمل بقى قبل كده، فانا مش عايزه يبقى مثلا معمول لحد معين، ده كلام. انا زعلان قوي على الشيخ حازم، لان الشيخ حازم صعب بيقول انها مؤامره كونيه، كأن العالم كله ملوش شغلانة غير انه يحارب الشيخ حازم. الشيخ حازم يجب ان هو يلتزم بالقانون، واذا طلعت الوثائق يوم 26 يجب هو واعوانه ان يلتزموا. طب هل لديك توقعات لحدوث سيناريوهات ممكن تحدث مفاجآت في الايام المقبلة في الانتخابات الرئاسية؟ ممكن، احتمال كبير. تتوقع من رئيس مصر القادم؟ لا بقى يوم 26.